ادخل. طلب تطوير المناهج الجديدة جه برد. خرجتي بدري ليه امبارح يا سارة؟ ابدا جه برد، كنت مرهقة شوية و... قولي لي يا سارة، فين الأوراق اللي كانت على مكتبي هنا امبارح؟ أوراق؟ أوراق ايه جه برد؟ الأوراق الخاصة بمشاريع التعليم الجديدة. أنتِ مش عارفة إن الأوراق دي فيها سرية خاصة جدا. ازاي تختفي من على مكتبي بالبساطه دي؟ ازاي؟ فيرت اقسم لك اني ما تقسميش لاني مش هصدقك. الو، من فضلك انا عاوزه الامن الداخلي. جي فيرت ارجوكي ارجوكي. عشان تعرفي يا ساره ان انا بكلمه واحده
ممكن أدمر مستقبلك كله وحطك في موقف يا سارة ما تقدريش تخرجي منه أبداً. لكن أنا فعلاً بخدتش الأوراق. ما أنا عارفة يا سارة إنك ما خدتيش الأوراق. عارفة؟ أيوة عارفة يا سارة، لأن الأوراق هنا في مكتبي. بس ده كان درس صغير ليكي، رسالة بوجهها لك. أي حركة بعد كده منك، أي غلطة زي الغلطة اللي عملتيها المرة اللي فاتت، هدمر مستقبلك، فاهمة؟ جيفيرت أنت مصرة على مكتبك يا سارة. اديني فرصة بس. على مكتبك يا سارة. لا ما بيكذبش، أنا فعلاً طلبت منه كده. عايزك تبقى جنبي يا أخي، ده بقى يزعلك في إيه؟ برضو كان لازم تقولي لي يا رشيل، أنا مش لعبة بتلعبي بيها أنت وأخوكي. زي ما أنت يا موسى، ما تغيرتش خالص، تعرف؟ أنت الوحيد اللي لسه بتناديني بإسمي. أنت كمان برضو الوحيد اللي بتنادي لي بإسمي. بتفكرني بمصر وبريحة مصر. أنت بتحبي مصر يا رشيل؟ لا، بس ساعات بحن لأيامنا هناك. وبقى نفسي ارجع يوم واحد منها. رشيل، في حاجه مش عارفه افهمها. ايه هي يا حبيبي؟ ازاي في وقت قليل، معلش يعني، بقيتي كده؟ لما ترجع من حيفا وبعد حفله الافتتاح نبقى نقعد مع بعض كده واحكي لك كل حاجه. اتفقنا يا استاذ وليد؟ احنا ما اتفقناش وعمرنا ما هنتفق. ليه بس؟ ده الست الوالده كانت مرحبه اخر مره. يا سيدي افهم، انا بحب عمرو وهفضل احب عمرو. خلاص وانا موافق. موافق؟ موافق انها تفضل تحب عمرو ده. هو بمزاجك بس تتجوزني انا. نعم. عمرك بقى شفت حد سبور بالشكل ده؟ انا بصراحه واثق من نفسي وعارف ان بعد الجواز هنسيك يا عمرو وليالي عمرو وايام عمرو. انت سافل وقليل الذوق. يلا يا عزه. مش من حقك يا سياده اللواء، هو مبلغ صغير ولا كان مبلغ صغير؟ وبعدين مبلغ الجرحنا فيه جامد قوي، وده متعرف حد كبير. ليه لا؟ ما اقدرش يا شكري، ما اقدرش. ما تقدرش ايه بس؟ هو مبلغ صغير، جنيه ولا اتنين؟ دول 20,000 جنيه، تعبنا وشقانا. وبعدين احنا ذنبنا ايه؟ طلع جاسوس الراجل، احنا ذنبنا ايه؟ وبعدين تعالى هنا بقى، مش من حقك تتنازل على المبلغ او تنساه، ده حق مراتك واولادك. طب سيبنا فكر في الموضوع ده. وده عايز تفكير. ايه مالك؟ مش قادر، مش قادر اصدق ان انا هقعد سنه كمان وما اشوفش عمرو. ده مستقبله يا كريمه. ويمكن مستقبل مصر كلها. مصر؟ انت بتقول ايه يا طلبه؟ ما هو لو كل شاب اهتم بمستقبله كده اكيد مصر هتكبر والأبهات تبقى متشحتفة كده. ادعيله ان ربنا يرجعه بالسلامة. بدعيله للمعنهار. ولو انك ايه؟ مش عارفة قلبي ليه مش مرتاح ابدا. في حاجة منى؟ مفيش ادون موشي، مفيش. غلط يا موسى، قبل ما تفتح اي باب لازم تتاكد ان مفيش حد مامنه، ولو الباب ده يخصك انت لازم تراجع نظام التامين عشان تعرف اذا كان حد فتح في غيابك ولا لا. يعني ادور على شعرايه مثلا؟ ده في الافلام بس يا موسى. لو اي حد استخدم اسلوب زي ده ونظام التنظيف كشفه هيبقى ده قرينه ضده، معناها ان عنده حاجه يخاف عليها. عشان كده وسيله التامين لازم تبقى طبيعيه جدا وسهله بقدر الممكن.
شقة منى؟ سايبين حد يتابع هناك ولا لا؟ طب عظيم، عايز اعرف كل تحركاته من ساعة لما وصل حيفا لغاية لما هيرجع تل أبيب. مراقبة مستمرة، عايز 3 دوريات، مفهوم؟ لما نشوف اخرتها معاك يا سي موشي. ايوه موجودة هنا؟ طب خليها تدخل. دي عايزة ايه دي رخرة؟ اهلا 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 اهلا، ده ايه الزيارة الجميلة دي؟ اتضايقت اني جيت لك مكتبك؟ خالص بالعكس يا حبيبتي، انا بس مستغرب شوية، اصل مش متعود ان انت تزوريني في مكتبي، متعود ان انت دايما تطلبي طلباتك بالتليفون. فين ملف موسى؟ ملف موشي؟ يعني ايه يا حبيبتي؟ انت هتستعبط؟ يا حبيبتي ده مش محل جزارة ولا فرن عيش بلدي، ده شيم بت امن اسرائيل الداخلي، ما ينفعش تيجي بالبساطة دي وتطلبي ملف سري. انا كده اتأكدت. من ايه يا حبيبتي؟ من ان موسى ليه ملف عندك. شيء طبيعي، ده مهاجر جديد ولازم نعرف عنه كل حاجة. لو مسيت شعرة واحدة منه هتبقى راشيل. اوعي تتدخلي في شغلي. طب اديني بقول لك اهو يا يعقوب، لو مسيت شعرة واحدة من موسى هتبقى بداية حرب بيني وبينك، حرب مستحيل هتكسبها، فاهمني؟ استاذ خالد ممكن دقيقة واحدة؟ خير يا معلم. اتفضل معايا في المحل، في كلمتين كده عاوز اخد ودي معاك فيهم. لا معلش يا معلم مش هينفع، اصل عندي مشروع ولازم اخلصه النهارده. اتفضل قول. انا سامع. ماله براحتك. انا بقى وصلني موضوع كده بينك وبين الجدع اللي اسمه عنتر. عارف عنتر؟ قال لي. عنتر قال لك؟ قال لك ايه؟ اهو قال لي وخلاص. على العموم انا ما خلصنيش اعمل فيك كده، قمت مشتري منه وسط الامانه وفي جيبي. والله مش مصدق اهو. هو الوصل فعلا. عد يا معلم. ايه دول؟ المبلغ المكتوب في الوصل وعلى داير مليم. اظن بقى معلم دلوقتي الوصل ما عدلوش اي لازمه ولا ايه؟ ها؟ بعنا الشبكة. بعتوها؟ منكم لنفسكم كده؟ الله، مش الشبكة دي هدية العروسة؟ تبقى بتاعتي وانا بعتها. وهتعملي ايه بفلوسها يا خيبة املي؟ اديتها لخالد. نعم؟ ضحك عليك ابن اللواء؟ كلب عقلك حلاوة وخد فلوس الشبكة؟ طيب يا ألفت، ان ما كنت اروح لامه من الصبح واقول لها اللي عمله محروس ابنها ما بقاش انا. اياك يا ماما، ده امري يخصني انا وخالد ومحدش ليه دعوه يتدخل فيه. بنت، انت فاكره نفسك كبرت عليا ولا ايه؟ طبعا كبرت وانا حره في شبكتي وفي حياتي كلها. كده يا ألفت؟ طيب يا ألفت، بتعملي فيا كده عشان ابوك اللي رايق التعبان ده؟ ان ما كنت اكلم اخوكي يجي يشوف حل في عبطك ده ما بقاش انا امك يا ألفت. ايه في ايه؟ عمرو طلبة سلم نفسك. انا كنت انا كنت الحمد لله الحمد لله. Thank you.
هايل هايل هايدي، ده مقال رهيب ومليان اتهامات خطيرة وكلها بأدلة وثائق، وده أقوى ما فيه. أنا هبعت المقال ده للمطبعة فورا وهخليهم يكبروا توقيع ميلينا جولدشتاين علشان كل القراء يعرفوا إن لا. هو إيه اللي لأ هايدي؟ خلاص ميلينا جولدشتاين ما بقاش ليها وجود. بمعنى؟ بمعنى إن ملهاش لازمة. خلاص المقال هينزل باسم الحقيقي هايدي، هايدي هاير. انت واثق من الكلام اللي بتقول عليه ده يا حنين؟ كل الثقة يا جنرال، وزي ما أمرت زرعت عين من عيوننا في مختاف وأكد لي الأمر وحكالي كل اللي حصل بين هايدي ورئيس التحرير. الوثائق دي لو اتنشرت تبقى كارثة، فضيحة، مصيبة مش هنقدر نستحملها. أوامرك جنرال. ما تتنشرش الوثائق دي، ما تتنشرش يا حنين. البروفات في المطبعة بالفعل. قلت ما تتنشرش وبأي تمن يا حنين. ما تنظف بسرعة شوي وزود الإضاءة هناك. في ايه يا جماعة؟ فاضل ساعات الشغل يبدأ. حاجة تقرف. حبيبي انت خايفة ما تجيش؟ ما اقدرش اتأخر عنك يا روشيل. ما انا عارفة. تعالى خد الشنطة دي وحطها في اوضتي الخاصة. روشيل انا ما تتكلمش على الاقل لغاية ما تشوف المفاجأة اللي انا محضرها لك. مفاجأة ايه؟ مفاجأة هتعجبك قوي. ايه رأيك بقى؟ بدلة؟ احلى بدلة في تل ابيب عشان حبيبي يبقى احلى واحد في حفلة الافتتاح. روشيل انا جيت علشان خاطر ما تزعليش، بس انا لازم اقعد اتكلم معاكي. مش النهاردة، هنتكلم في كل اللي انت عايزه بس مش النهاردة. خلي النهاردة ليا انا بس. انت عملت بصلي كده ليه؟ مش مصدق انت مشيتي كده في الشارع؟ هي ايه يعني؟ انا لابسه فستان عادي. الفستان عادي؟ انت اللي مش عاديه. مش للدرجه دي. لا معلش للدرجه دي، لو عايزه نسال حد نسال. تعالي. لا تعالي بس احمد. لا عم احمد. نعم يا ابني. بذمتك مها النهارده ايه؟ انا لسه مها زي القمر. ربنا يا ابني يخليكم لبعض. شفتي؟ شكرا يا عم احمد. شفتي انا قلت لك ايه؟ بحبك. لا قلت النهاردة ليا وبس. شايل مظبوط يا استاذ عادل. شكرا عم بدر. معقول يا عادل بقى بعد ما رميت لك الدبله في وشك تروح لهم البيت وكمان تتحايل عليها ترجع لك؟ انا ما كنتش بتحايل عليها يا عصام، انا كنت بحاول اقنع باباها ان احنا نكتب الكتاب لغايه ما ربنا يسهل والنقل يمشي. وقال لك ايه البيه ابو سنيه؟ ما رضيش يسمعني. طب وسنيه؟ سنيه ما شفتهاش ولسه زعلان. انت يا ابني اللي جرالك بقت واحد تاني غير اللي اعرفه. ما بحبها يا عصام. يغور الحب اللي بالشكل ده يا اخي. يا عادل انا خايف عليك. الحب اللي زي ده يهد ما يبنيش. لو كانت شرياك كانت وقفت جنبك وساعدتك بكل قوتها وعملت اي حاجه في الدنيا علشانك، لكن انا بقى شايف انها بايعاك وانا مش هين عليها اشوفك بتشتري بالخساره. بيع وحط على قلبك حجر يا اخي، بيع وانت الكسبان. مش مساله مكسب وخساره يا فندم، ده اقل واجب ممكن تعمله مصر عشانكم. احنا بناخد اجراءاتنا في الموضوع ده، وكنت ناوي ابلغ سعادتك اول ما يصدر القرار على طول. يعني ممكن الفلوس ترجع لنا؟ مش الفلوس يا فندم، الوكالة هي اللي هترجع لكم. معقولة؟ عاد البيع لقيناه ضمن أوراق موريس، وحسب نص العقد انتوا دفعتوا نص المبلغ. احنا ممكن ندفع نص التاني؟ وده اللي هيحصل، وبعد شهر ان شاء الله هتستلموا الوكالة رسميا. ربنا يطمنك يا ابني. طيب استأذن انا علشان ما ضيعش وقتك. مع السلامة يا فندم. عمر بخير. ربنا يطمنك يا ابني. اتعشم اني ما كنتش جيت في وقت غير مناسب خالص. شقتك بقت متوضبه وجميله قوي يا هايدي. ميرسي. مش هتروحي حفله الافتتاح؟ افتتاح ايه؟ معقول ما تعرفيش؟ برولا خدته بنت جديده، بيقولوا عليها سيده اعمال كبيره قوي. ولا كبيره ولا حاجه، دي بس حلوه وعندها دايره علاقات كبيره. ده انت جمعتي عنها معلومات بسرعه قوي. شغلتي. طب ما تيجي معايا الحفله. لا انا مش متحفلات خالص، بس انا مستغربه ان ناس كتيره رايحه حفله الافتتاح دي. وليه لا؟ لان صاحبه البار شرقيه مصطفى رديم. طب كويس، دي فرصه عشان اثبت لك عكس اللي في مخك.
اللي في مخي انا ولا اللي في مخكم انتوا؟ كل اللي رايحين الحفله النهارده بيجروا ورا الفلوس والعلاقات والاتصالات الكبيره، وعشان الاهداف دي بس ممكن ينسوا اي حاجه، حتى الحاجات اللي بيرفضوها وبيتعالوا عليها في الظروف العاديه. انت نفسك رايحه الحفله دي علشان رئيس الكنيسة موجود هناك، تقدري تنكري ده؟ هايدي ارحميني، مش معقول كده. ده انا زي امك يا هايدي. ماشي سوناتا، انا حاجة معاكي. الله، جديدة يا وليد، بقالي مدة ما سمعتش نكت حلوة كده أبدا يا شاهين. قديمة وسمعتها قبل كده؟ لا، لكن مش ممكن تكون سمعتها بالنفس الحلو ده. ياه، ده أنا اتأخرت قوي على ميعاد الدواء. اتأخرت على إيه؟ الساعة 9. بالنسبة لي اتأخرت، ولما أقول اتأخرت يبقى اتأخرت. أمال الأنسة مها فين؟ موجودة يا حبيبي. يا مها. مها في أوضتها بس نايمة، أصلها بتحب تنام بدري. يا خسارة، أصل أنا ليا صديق قابل في روسيا عمرو هناك بالصدفة. قابل عمرو حقيقي؟ طب احكي لي قابله فين وازاي؟ طب ما تصورش معاه؟ أهلا أهلا يا أنسة مها، أنا سعيد قوي إن أنا شفتك. احكي لي عن عمرو، صاحبك شافه فين وازاي؟ الكلام اللي أنت بتقوله ده صحيح يا ابني؟ طبعا صحيح. الله، هيكذب ليه؟ ده ابن ناس وشبعان، مش معقول يكذب ابدا. صحيح يا عمي، صحيح. ارجوك الله يخليك احكي لي عن عمرو كل حاجه. الحقيقه هو كويس جدا، ده حتى هو ومراته عزموا صاحبي على العشاء. وعملوا ايه لما قلت لهم كده؟ الراجل ومراته فضلوا ساكتين ومساهمين زي ما يكون نزل عليهم سهم الله. اما مها بقى فقعدت تصرخ وتصوت وشتمتني، تقول لي كذاب يا سافل، انا مش مصدقه ولا كلمه. الله، امال استفدت ايه بقى؟ النزناز، النزناز اللي هيلعب في دماغها طول الليل ومش هيخليها تعرف تنام، وهي بتسال روحها يا ترى اتجوز فعلا ولا لا. طب وبعدين؟ مخها هيفضل يودي ويجيب واعصابها تتعب، وبعدين فجاه هوب تروح وقع. لا مستحيل، عمري ما اعملش كده ابدا. ما حبيبتي اوعي تصدقي الكلام الفارغ اللي قاله الولد اللي اسمه وليد ده. انا عمري ما حبيت ولا اقتنعت بيه خالص. ولا انا يا بابا مقتنعه بكلامه. ايوه بس معنى انك بتعيطي ومنهاره كده يبقى في شك جواكي، عشان كده انا عايزك تتاكدي. هتاكد ازاي بس؟ اكتبي لعمرو، اكتبي له واساليه، وانا واثق انه مش ممكن يكذب عليكي حتى في حاجه زي دي، حتى لو على رقبته. يلا يلا امسحي دموعك، هدي اعصابك كده ونامي يا حبيبتي. مها، انا طبعا مش هعرف عمرو زي ما انت عارفاه، لكن انا برضو مربيه واثق وعارف انه راجل، وراجل بجد. صباح على خير يا حبيبتي. حبيبي عمر، وحشتني قوي قوي قوي. برحب بكل ضيوفي النهارده في بريتشي الجديد. وش جميل قوي كان، وجديد جديد قوي في عالم البيزنس. الفترة دي ظهر فيها وجوه كتيرة قوي. عندك حق كان، بعد حرب الأيام الستة دي المهاجرين الجداد دول غيروا خريطة إسرائيل الاقتصادية والاجتماعية كمان. أهلا، شرف كبير، شرف عظيم. أدون كير، أدون كهان، إن أنتوا تشرفونا. أهلاً أهلاً أدون جاكوب، أهلاً بيك. أنت مدعو هنا؟
انا صاحب مكان. عجيبه، لكن اللي اعرفه ان انتم ممنوعين من ممارسه الاعمال الحره. طبعا طبعا، انا بحترم القانون جدا. انا قصدي يعني ان اختي هي صاحبه البار. ريلي ادم جاكوب؟ فعلا، ويسعدني فعلا ان انا اعرفكم بيها. سعداء جدا ادم جاكوب. اتفضل اتفضل. ريتشي يا حبيبتي، احب اعرفك ادم بيير وادم كهان، اصحاب اكبر شركه للاستثمارات في سيتا. اهلا اهلا، بشرف عظيم. اهلا أهلاً. طبعا عارفين ادون رفيق. اوه، مين ما يعرفوش ادون رفيق. وصديقته سنتيا. اهلا اهلا سنتيا، اهلا. يا ترى ايه اخبار مشروعات سينا؟ الاخبار اللي عندي هي نفس الاخبار اللي عندك ادون بيه. ويا ترى هيكون لي دور في مشروعات سينا ادون رفيق؟ في سينا يمكن، لكن رفيق لا، مين عارف. شوفوا مين وصل. معقولة؟ إيه الشرف العظيم ده؟ كفرت فورد بنفسها قبلت عزومتي؟ الحقيقة دعوتك جت في وقتها. أنا وهايدي كنا محتاجين وقت للمرح. أكيد هتلاقوا منه هنا كتير. أكيد. كفرت فورد، أنا سعيد جدا إن أنا أشوفك هنا الليلة دي. ده أفضل شيء في حفلة الليلة. لا، الأفضل لسه ما بدأش. فرصة سعيدة. اتعرفتم بهايدي قبل كده؟ لا، بس أنا أعرفهم كويس. واحنا كمان نعرف مدمازيل هايدي، بس مستغربين جدا ومندهشين انكم سوا. وليه لا؟ كل شيء ممكن، زي ما شركتكم بقت فجأة المستثمر الأول في سينا. وده ما كانش ممكن يحصل أبدا لو كنت أنا لسه في اللجنة الاقتصادية. وهو حصل جفيرت فيرد، وهو زي ما بتقول مدمازيل هايدي، كل شيء ممكن. خلاص بقى، كفاية كلام في الشغل، اتفضلوا. مطابق مستحيل. طابع ايوه. مشي ده اكتشافي انا، فهمته وعرفته في مصر، واول ما جه اسرائيل صممت ان هو يشتغل معايا. انا اللي صممت. طبعا يا حبيبتي طبعا، ما احنا واحد. هشتغل معاك ايه بقى؟ تحبي تشرحي له انتي ولا بشرح له انا بعدين؟ بعدين. وانت شهادتك ايه مشي؟ شهاده تجاره متوسطه، مش عارف في حاجه زيها هنا ولا لا. يعني ايه الشغل اللي ممكن يناسبك بالظبط؟ حضرتك عندك وظيفه ليه؟ يمكن. الشغل صعب قوي في اسرائيل في الفتره دي، خصوصا السنتين اللي فاتوا. عدد البطاله كترت والمهاجرين زادوا، باستثناء المزارع الجماعية. تشتغلش فيها ليه يا موشي؟ لا، موسى هيشتغل معايا وهنا. وهشتغل هنا ايه بقى؟ اشتغل اي حاجة تعجبك. عجيبة، في وسط البطالة دي كلها عندك عرض مفتوح. الظاهر انك حالة خاصة قوي يا موشي. وشكله مش هيبقى عرض واحد، شكلها هتبقى عروض كتير. بقول ايه؟ ما تيجي ترقص معايا. ما بعرفش هرقص. اعلمك. تعالى. ما قالك ما بيعرفش يرقص. وانا قلت هعلمه. في الحالة دي أبقى أنا أول. عاجبك أوي يا موشي؟ أيوة. أنت عارفة بيفكرني بإيه؟ إيه؟ بشباب هاير. أنت جايب لي صور؟ فين أصل الوثائق دي؟ راجلنا قلب الدنيا هناك يا جنرال، ملقاش غير الصور. أنتوا فاشلين. أكيد الجريدة مش هتنشر حاجة خلال الأسبوع ده، لأن هي مش هتصدر من الأساس. لكن الوثائق لسه عندها. هنتصرف يا جنرال، هنتصرف. المشكلة مش في النشر، المشكلة الوثائق دي وصلت لإيد هايدي إزاي؟ أكيد إيزاك. ما احنا اتخلصنا منه. أيوة، بس هو كان عاوز يأمن نفسه، سرق الوثائق عشان تبقى سيف على رقبتنا لو حاولنا نأذيه. مش عارفة في إيه ده اللي الكل مهتم بيه كده، مجرد مهاجر شرقي. بس عنده كاريزما من نوع خاص. على إيه؟ أقول لك، تعالى تعالى نرقص. مش هينفع يا رشيد، هنا مش هحس اني بشتغل. طب بس جرب ولو ما ارتحتش
لو ما ارتحتش اوعدك ان انا بنفسي هدور لك على شغلانه ثانيه خالص. قلت ايه؟ هفكر بس خلينا ننزل نعمل شغل. لا طبعا النظام في سينا من الان لازم يتغير. احنا درسنا كده في لجنه الامن الاسبوع اللي فات. دي مش صفقه كبيره ولا حاجه، شويه دبابات ومدافع للنظام. مهما تسمع او تشوف ما تحاولش تبلغنا او تتصل بينا باي وسيله من الوسائل. نفترض عرفت معلومات خطيره جدا. مهما كان يا موسى، مهما كان المرحله الاولى في اسرائيل الهدف الاول منها انك تمد جذورك جوه المجتمع الاسرائيلي وتحوش ثقه كل اللي فيه. على فكره ممكن تتعرض لنوع من انواع الخداع او كمين عشان تعرف انتمائك الحقيقي. اشهر كمين من النوع ده ان تتعرض قدامك معلومات تبدو خطيره جدا فتسمعها فتبلغنا بيها فتتكشف. عشان كده الفترة الأولى احنا بنسميها فترة نوم، يعني بتتعامل فيها زيك زي أي مهاجر جديد، تنسى تماما إن أنت بتعمل لحسابك. بتبقى عملية صعبة جدا. عشان كده يا موسى لازم تفهم الهدف منها وتستوعبه وتقتنع بيه، ساعتها مش هتبقى صعبة أبدا. اتفقنا يا رشيد. يا حبيبي يا موسى أنا عايزة أروح. ليه يا هايدي؟ دي الحفلة لسه في أولها. برضو عايزة أروح. زي ما أنتِ عاوزة حبيبتي، يلا بينا. أنا مبسوطة أوي يا موسى إننا هنفضل مع بعض. على طول. أدن جاكوب. التحريات الخاصة أكدت إن كل شيء زي ما توقعت بالظبط. عرفتوا عنه كل حاجة؟ بالتأكيد أدن جاكوب. كده يبقى مصيره اتحدد. الله 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 الله. معقولة يا فؤاد؟ احنا لما سمحنا ليعقوب يخرج بره كانت فكره ممتازه. ايوه بس خد بالك يعقوب ده بالسهل. ايوه انا عارف، انا وصلتني معلومات انه بيحوم حوالين عمرو بس الهدف مش واضح لحد دلوقتي. لا ما هو لازم الهدف يكون واضح، والمصدر بتاعنا هناك لازم يبذل اقصى جهده عشان يعرف السبب في استهدافه. كدب يا مه كدب، عمرو مستحيل يعمل كده. الواد وليد ده كدب طول عمره، ده ابن عمي وانا عارفه كويس. وبعدين لو نفترض حتى ان عمرو عمل كده، ولو ان انا شايفه ان ده مستحيل زي ما عصام بيقول، تفتكري يعني هيعمل كده من ورانا من غير ما يقول لحد خالص؟ لا يمكن طبعا. امال الوليد يعمل كده ليه؟ عشان يقلقك ويربكك ويطير النوم من عينيكي ويحاول يشيل حب عمرو من جواكي بعد الشر. ايوه كده، لازم تتاكدي ان عمرو بيحبك وبيموت فيكي ومش ممكن يبص لواحده ثانيه حتى لو كانت ملكه جمال. انا عارفه. شفت يا ابني الحب الحقيقي؟ مش الست سنيه بتاعتك دي. مالها سنيه؟ مفيش، رميت لي الدبله ويا اما اقعد في اسكندريه يا اما مفيش جواز خالص. وانت ما حاولتش تعقلها؟ انا سمعت كلام عصام. ثانيه لو بتحبني فعلا ما كانتش ربطت جوازنا بشرط زي ده ولا اي شرط. الحب ملوش ثمن غير الحب. حب وبس. عندك حق. بس وليد مش عايز يبطل يضايقني وانا مش عارفه اعمل ايه. وليد ده بقى خليه عليا انا. ما قال ايه تاني بس يا هايدي؟ الجريده كده هتتحجب كلها عن الظهور بعد اللي حصل الاسبوع اللي فات. انت عارفه خسائر المطبعه قربت من المليون شيكل ودي خساره كبيره جدا. خلاص نطبع في مطبعه تانية، المهم ما نوقفش. انت فاكراها حاجه سهله كده؟ اصدار جريده محتاج مبالغ كبيره جدا، وطبعا شركه التامين عمرها ما هتصرف التعويضات قبل التحقيقات ما تنتهي. ومين عارف بقى التحقيقات دي ممكن تنتهي امتى. طب ما ناخد قرض من البنك او لا؟ قرض من البنك لا هايدي. هو ايه الموضوع بالظبط؟ الموضوع اني فهمت الرساله واستوعبت الدرس كويس جدا. درس؟ ايوه الدرس اللي ادهولنا لما حاولنا ننشر مستندات مهمه زي دي. قصدك ان حريق المطبعه كان رساله من الجنرال. النهارده المطبعه، بكره محدش عارف مين، يمكن انا شخصيا. صور الوثائق فين؟ اختفت، وده ياكد اللي قلتهولك. هايدي الحكمه بتقول ان احنا لازم نتوقف قبل فوات الاوان. خلاص توقفوا انتوا، أنا ليا طريق تاني. أهلاً 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 يا موشي. اتفضل يا حبيبي اتفضل. جرى إيه يا حبيبي؟ هو أنا لازم أستدعيك رسمي يعني علشان تيجي تزورني؟ يا ترى الاستدعاء بقى سببه إيه المرة دي؟ أنت مستعجل ولا إيه يا حبيبي؟ اصبر شوية وأنت هتعرف كل حاجة. هزور بقى لحد إمتى؟ شوف يا موشي يا حبيبي، أنا بعمل عنك تحريات رسمية. بجمع عنك معلومات من ساعة لما وصلت هنا إسرائيل. ليه؟ القانون هنا كده، ومعرفتي القديمة الشخصية بيك ملهاش أي معنى ولا مسمى. لازم نبدأ من أول وجديد. علشان كده يا حبيبي احنا فتشنا الشنط اللي انت جيت بيها إسرائيل، فحصناها سنتي سنتي وبمنتهى الدقة.
امتى ده؟ بكره هتتعلم كل حاجه. هنا هنعلمك كل حاجه يا موشي. هنا فين؟ ما هي دي المفاجاه اللي انا كنت شايلها لك. ايه رايك يا مشير؟ وليه لا؟ دي وظيفه اي حد في اسرائيل يتمناها. شرطه ايه يا رشيل؟ انا عارف نفسي ما ينفعش في الشغلانه دي. انت تنفع في اي حاجه بس لو حطيت دماغك فيها. بتهيالك بس عشان انت بتحبيني. ياه، طب ما انت واخد بالك اهو، ما ترحمني بقى. ما انا قلتلك يا ريتش. لا وحياتك ما تقوليش حكايه الاخوات دي تاني. وبعدين ايه ريتش دي؟ انا بحب اسمع رشيل منك انت بالذات. طب يا رشيل، احنا مش اتفقنا ان احنا نسيب الموضوع ده لوقته؟ وهو وقته ده مش هيجي ابدا. مين عارف يعني، ما فقدتش الامل؟ قولي لي يا رشيل، ازاي قدرتي تعملي كل ده في الوقت القليل ده؟ بالفلوس اللي جبناها من مصر. اخ، فلوس ايه؟ فلوس كنا محوشينها انا ويعقوب، جينا عملنا بيها مشروع صغير كبر بسرعه، باتصالاته واتصالاتي لحد ما قدرت اشتري البار ده. يعني انتوا شركاء هنا؟ البار باسمي انا لوحدي، يعقوب ما يقدرش يبقى شريك في اي مشروع مالي لان وظيفته بتمنعه من ده. يعني الاستثمار الصغير لما بدا باسمك انت؟ بالظبط. وممكن بعد كده يبقى باسمنا احنا الاثنين. Thank you.